خير يا زين؟ في معاون مباحث في الدنيا بيجي في خير برضك؟ مسعد ولدك فين؟ ايه ده؟ انت ما حدش قال لك انه هاجر؟ هاجر امريكا واتجوز امريكي وعنده منها عيلين. عقبال عندك. انا عارف ان عندك مشكله في القصه دي. طب مدام هاجر فسح شويه عشان نشوف شغلنا. فتشوا في كل مكان يا رجاله، ما تسيبوش خرم ابره. لو في حرم جوا قول لهم يستروا نفسهم. انتوا جريتوا ولا ايه؟ في ايه يا حضره الظابط؟ ده بيت هتلر بيه. ما تشوف بطايقنا بالمره. زعلنا نفتش بيت هتلر بيه؟ امال لما اضرب رجاله هتلر بيه قدامه هتعمل ايه؟ خدوا على البوكس. تعدى على ظابط اسناد ده تعمله. ما تسيبوش مكان جوا لما تدوروا فيه. ورحمه الغالي. لا خليك تحصل. حصل مين؟ تعرف وقتها. ساعتها افتكر انك اتجرأت دخلت رجالتك يفتشوا بيت هتلر. انت اللي ما جتش معايا دغري، عمال تقول لي الغاز هاجر وسافر، افضل اسمع كده لحد ما المحروس يهرب. مسعد ما عملش حاجه عشان يهرب. لما لبسوا حبل المشنقه ان شاء الله ساعتها بس هتعرف انه عمل. دور فوق السطوح. عشان ابليس في الجن. قصدك عشم زين صالح الجناوي في الجنة؟ مش موجود يا فندم. انت اللي جبته لولدك، كنت اخده النيابة معزز مكرم، مضطر ناخده متهان ومتكلمش. ما عايش ولا كان؟ لا عايش، وقدامك هو هتشوف بعينيه. ونسيت اقول لك، الصورة اللي بعتها لي عجبتني، بس عايز صورة اوضح عشان اعلقها في الصلاة بالمرة. الواد يشبع من امه الله يرحمها. ايه زين؟ قالوا لك ان بيتي على ارضك وانا واضع يدي عليها ولا ايه؟ ايه اللي رجعك؟ انا عايزك تاخد عليا عشان هتشوفني كتير الفتره الجايه دي. كل دول علشان تاخدوا مسعد؟ ايه؟ خط الصعيد الجديد وانا مش داري؟ مش هتلاقيه يا زين؟ ولدي سافر وهترجع المركز يا دوره ويا دي قدام زي المرة اللي فات. يا أسود مصاب. الحمد لله على السلامة. جيت من أمريكا ميت. أبوك قال إنك مهاجر مش متخزن. عملت اللي أنت عاوزه يا زين؟ لا، عملت اللي المفروض يحصل. يلا قوم معايا. خلاص، إعدام بإعدام. هتحدف في حاجة عملتها، حاجة على القيمة.
مش حتة خدامة. ايه رأيك تعرف ظابط بوليس؟ لو مش هاي ظابط ده زين صالح الجناوي. ده انت تتكافئ عليها ده. قلت لك اخده النيابه معزز مكرم، انت اللي اضطريت ناخده متكلبش ومتهان. انت اللي بديت الحرب يا زين. يلا يا رجاله. مبروك يا هتلر بيه، إخلاء سبيل بضمان محل السكن. يلا يا ولدي. مبروك يا ريس. نورت بيتك يا مسعد بيه. الحمد لله على السلامة يا مسعد بيه. الله يخليكم يا رجالة. اللهم صل على حضرة النبي. الحمد لله على السلامة يا كبير. عايز البلد كلها تاكل لحم الليلات. عايز بدل الدبيحة 30 وزعوا على بيوت البلد كلها، وأول بيت بيت صالح الجناوي. أوامرك يا كبير. تلاقيهم لابسين الأسود. لا يا ولدي، لسه الأسود هيلبسوه. اتجل، أنت فاكر اللي جرى معاك هيعدي كده؟ حمد لله على السلامة يا ولد الكبير. اسلم فكوا الكلبشات واطلع برا يا رضا. امرك يا باشا. مين اللي محرضك؟ محدش حرضني يا بي. وانا من جايبك اتسامر معاك يا روح امك وعزه جلاله اللي هقتلك. بالراحه يا زين، الواد هيموت في ايديك. اقعد. وعزة جلالة اللي هقتلك. من اللي حرضك؟ هتلر. بعتك تقتل مين؟ هقتل ابني. مقابل ايه؟ 50,000 جنيه. انا عارف ان مالكش صالح بحاجة، وعارف انه بكاريك، وحق مع هتلر مش معاك انت. والله العظيم لو قلت الحقيقة لقى بجنبك تعرف ايه تاني يا بيه. انا كل اللي عرفته قلته لك. نرجع تاني. هتلر مش هينفعك. الوحيد اللي ممكن ينفعك هو انا. تهمتك شروع في قتل، واقدر البسك 3-4 تهم تانيين، واقدر اطلعك منها.
اقول لك جاي تحييني بفرحي، ضربت عيارين، رصاصه طلعت طايشه جت في العريس، مش هتاخد فيها يومين. خلاص يا زين، الواد جاب كل اللي ببطنه. مين اللي قتل الواد في الحجز؟ معرفش يا بيه. اللي رجع تاني وعز جلالة الله هقتلك وما اخد فيك يوم. مين اللي قتل الواد في الحجز؟ اسالك سؤال اسهل، مين اللي حرض على قتل الواد؟ رئيس هتلر بيه. أبعد خمس رجالة داخل الحجز وعجقهم. مش الخمس رجالة دول اللي دخلوا قبل قتل الواد بيوم؟ هم اللي شهدوا عليك ان انت اللي قتلته. يا ولاد الحرام، وانا برضو كنت مستغرب ان العيال سابت انا كلها وجاية تتخانق قدام الاسم. دول مخططين بقى. انت تسمع عني يا ضو، تعرف ان زين الجناوي عمره ما رجع في كلمته. راجل وتقول الكلام ده في النيابة؟ أقول أقول يا بيه، بس تضمن لي الأمان يا بيه. أضمن لك الأمان. رضا أمرك يا باشا. خد ضوء على الحجز، امشي قدام، امشي.